مساء الخير عليكم جميعا وحلقة جديدة من مطبخ النجوم. زي ما عودناكم كل حلقة بأكل جديد بشكل جديد وضيف مش جديد، ضيف صاحب مكان ولون تيشيرت جديد. ضيفنا النهاردة نورني ومشرفني طبعا، يعني بنلبي رغبات السادة المشاهدين وبنرد برضو على أسئلتكم. بقالنا أسبوعين يا جماعة، كل الناس أو على صفحتنا على الفيسبوك بيبعتولنا تجميل الأنف ليه أضرار أو ملهوش أضرار، طب نقدر نعمله، طب هو مكلف هو مش مكلف، رفاهية أم ضرورة. فكان لازم طبعا نستعين بالعالمي دكتورنا منورنا، استشاري أنف وأذن وحنجرة وجراحة تجميل الأنف، دكتور خالد وشاحي. منور الدنيا دكتور. ربنا يخلي حضرتك. ربنا كده ما يحرمنا من طلتك الجميلة. ربنا يخليك. وعلى طول بتربي بتلبي طلباتنا ورغبات السادة المشاهدين وبترد على أسئلتهم. وإن شاء الله نعمل حلقة النهاردة يا جماعة. طبعًا أنتوا عارفين دكتور خالد وشاحي مرتبط بالمطبخ وبيعمل الحاجات اللي هي في متناول الجميع، كلنا نقدر نعملها بس احنا ناسينها شويه، واحنا اتجهنا بقى للايه، للفاست فود والحاجات دي. فدكتور خالد وشاحي طبعا كل يوم اربع من كل اسبوع بيقدم لنا هو مش الجديد بس اللي احنا نسيناه او ما عدناش بنعمله او بقى قليل في مطبخنا شويه. طيب حد يسالنا ويقول لنا ايام زمان لو نرجع لورا شويه، كلنا طبعا طالعين من بيوتنا كلها على قدها، ما كانش فيه خلاطات وما كانش فيه تلاجات ولا فلزرات ولا الجو بتاع الايام دي. بقى دلوقتي فيه خلاطات ونقدر نفرز الاكل ونقدر نتلج الاكل. طب ايام زمان ما كانش فيه خلاط، كنا بنعمل ايه؟ حد يفكرني كده ويقول لنا. طبعا دكتور خالد برضو عشان ما يحرمناش من الحاجات دي كلها قال لي احنا كنا بنعمل ايه، وجاب لي حاجه انا عن نفسي كنت نسيتها. شايفين ده والكاميرا واشرف العمده يقرب مني، فاكرين ده كلنا كلنا واحنا صغيرين متربيين على المفراج ده، كنا بنضرب بيه بدل الخلاط. سهل الممتنع، وده الجديد بتاع مطبخ النجوم اللي انا بقول لكم بالامكانيات القليله نقدر نشتغل. مش لازم يبقى عندي جج احط فيه ميه او لازم عندي خلاط اضرب فيه عصير، سهل الممتنع في بيوتنا كلها متربيين عليه من صغرنا. كلنا معظمنا جاي من الارياف او جاي من الصعيد، كلنا متربيين على المفراك وكنا بنعمل بيه اكل كويس. طبعا هنستغل بقى وجود دكتور خالد وشاحي معانا النهارده. كلمونا اللي عنده مشاكل في الانف، عنده مشاكل في الاذن، عنده مشاكل في الحنجره، تقلبات الجو، داخلين على فصل الشتاء، انا مسميها العفشه بتاعت الجسم. ايه عفشه الجسم؟ الانف والاذن والحنجره. الحنجره لو فيها حاجه بتاثر على الاذن، والاذن لو فيها حاجه بتاثر على الحنجره، والطبيعي اللي الجو فيه اتربه وتقلبات بيأثر على عيننا. طيب التجميل الأنف ليه أضرار ولا ملوش أضرار؟ مكلف ولا مش مكلف؟ طبعا صفحتنا ضرورة أو رفاهية، كل ده ابعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك. خالد السولية هينزل بيها، هيبلغنا طبعا معنا مخرجنا الجميل أشرف العمدة وخالد السولية موجود معنا. ابعتولنا على صفحتنا، صفحة الشيف رفعت موسى بالعربي موجودة اهي، أو كلمونا. وطبعا فرصة دكتور خالد وشاحي معنا النهاردة ناخد بقى منه المعلومات القيمة بتاعتنا وازاي نقدر نفيد السادة المشاهدين. واللي عايز يعرف بقى عن أكل قديم برضه ما يسألنيش أنا، يسأل دكتور خالد وشاحي عشان هو الراجل قاموس أكلات قديمة وأكلات جديدة، شرقي وغربي، وإخواتنا في الدول العربية برضه ملم بأكل الدول العربية. كل ما هو عنده سؤال أنف أذن حنجرة تجميل الأنف، أكل قديم أكل عربي أكل شرقي، ابعتولنا وإن شاء الله نعمل حلقة طبعا زي ما هو معودنا بيطلته وبمعلوماته وباكلاته الجميله. عاملين لي على السلامه يا دكتور خالد. ربنا يخليك كتر خيرك، شكرا على المقدمه الجميله دي. منورني بقى هنا ولا تحت انا قاعد كده بالجاكيت، قاعد تقلع الجاكيت كده وتاخد راحتك. والساده المشاهدين بيستنوا وجودك معانا كل يوم اربع عشان يستمتعوا بادائك وباكلك الجميل ومعلوماتك القيمه. قبل بقى ما نخش على الاكل، سؤال على الصفحه عندي على فيسبوك، وسؤال يعني الناس مصممه بتبعت وفي انتظار رد دكتور خالد وشاحي. عمليات تجميل الانف ضروره ولا رفاهيه، ومكلفه ولا مش مكلفه؟ تمام. هو طبعا عمليات الانف دي اصبحت النهارده من اشهر العمليات اللي بتتعمل واكثرها. كان قبل كده طبعا اللي عايز يعمل تجميل انف بيسافر لبنان، بيسافر احيانا الولايات المتحده الامريكيه، في مراكز متخصصه في ده هناك. النهارده الحمد لله الجامعات المصريه كلها وبعض مستشفيات وزاره الصحه التخصص ده موجود فيها وبيتعمل وبيتعمل بشكل كويس قوي. ضروره ليه؟ لان عيان تجميل الانف غالبا في معظم الحالات بيبقى ناتج عن صدمه حصلت له، كسر،
سقوط من علو، حادث سيارة، فبيبقى فيه نوع من أنواع إعوجاج وترحيل للعظم نفسه بتاع الأنف، وبالتالي صعوبة في التنفس، وبالتالي اختناق بالليل، وبالتالي صداع مزمن وأحيانا نزيف. فبالتالي أنا استناش على نفسي أول ما يكمل 16-17 سنة بيخش على طول على العمليات، لأن ما قدرش نعملها قبل سن تمام البلوغ. ولكن النهاردة بالنسبة لبعض الناس لا، هي ضرورة الرفاهية لما يبقى في حاجات بسيطة أو حاجات فاين تاتش، ودي أحيانا بنعملها إحنا أنف أذن، وأحيانا بيعملها زمايلنا في التجميل. طيب مكلفة دكتور؟ لا ما عادتش النهاردة زي سابق العهود إن دي حاجة طبقة معينة أو مجموعة معينة تقدر تعملها، لا النهاردة أصبحت مستشفيات وزارة الصحة بتقدم الخدمة دي بأسعار في متناول الجميع، كلنا نقدر نعملها يعني، وفي الجامعات المصرية بتتعمل مجانا كمان، فالمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة موجودة. وحتى البرايفت نفسه أو الخاص مع وجود خبرة كتير في هذا المجال فأصبح في تنافس، وأصبحت قصة مش قصة إن أنا ما أقدرش أعملها، لا تقدر تعملها، لأن دي خلي مسار حياة الشخص نفسه بيختلف تماما قبل عن بعد. طيب السادة المشاهدين بقى اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، الأنف ممكن نعملها مش مكلفة، وزي ما سمعتوا دكتور خالد بيقول كل المستشفيات نقدر نعملها بتكلفة قليلة، وبقينا بروفيشنال قوي فيها، لأن احنا كنا الأول بنعملها في الدول، بعض الدول العربية أو في لبنان بالأخص، خلاص احنا دلوقتي تقدمنا وتطورنا في تجميل الأنف. كل ما هو عايز يعمل عملية تجميل أنف مفيش بها مشاكل، ما تقلقوش، موضوع سهل مش مكلف وما بياخدش وقت. طيب دكتور بقى قبل ما نخش وناخد مكالمات من السادة المشاهدين يتفرجوا علينا، هنعمل أكل إيه النهاردة سريعا عشان معنا إسراء على التليفون؟ لا النهاردة إحنا عندنا وجبة أعتقد أنها متوازنة، وفي نفس الوقت الجماعة بتوع الدايت أنا أتصور النهاردة اليوم ده مش يوم، يبقى النهاردة يا جماعة نبقى على الدايت شوية عشان هنضرب بامية النهاردة ويكا. النهاردة هنعمل بامية ويكا، ودي بامية يعني إيه قريبة كده للملوخية، بتبقى سايلة فلويدز. هنعمل معاها طبق رز النهارده ابيض بس بالشبت، حاجه جديده. هنعمل بقى الحلو بتاعنا ده هاي كالوري بقى، هنعمل خبيصه. خبيصه يا جماعه خبيصة. الجديد بتاع دكتور خالد وشاحي خبيصه. النهارده هنعمل الخبيصه دي، وهنشوف مع بعض هنعملها. واعتقد انها اكله شتويه، احنا داخلين على الشتاء، تدفي وتخلي يعني الجسم اكتف كده، ما تقلقوش يعني. كمان السيدات اللي هو خارجه عن وضع حديث، الخبيصه دي من الحاجات اللي يعني بتاخدها طول ال 40 يوم بتوع فتره النفاس، مغذية. بتزود اللبن، مغذيه، بتدي طاقه كويسه قوي. كل امهاتنا وجداتنا كانوا عندهم الخبيصه والعصيده، دول عملنا العصيده احنا من العصيدة. ولكن النهارده هنعمل خبيصه، وهنتصور انها ان شاء الله يعني اكله لطيفه جديده، ونتمنى ان الساده المشاهدين تعجبهم ويجربوها ان شاء الله. والمقادير موجوده على الشاشه مع حضراتكم اهيت، اللي عايز يعملها الستات اللي لسه يعني في الولاده، لسه والدين حديث الولاده، ده يا جماعه بتزود اللبن لاطفالنا، لو احنا عايزين اللبن يزيد او لبن ضعيف شويه، ناكل الاكله بتاع الدكتور خالد وشاحي، هو وصفاته الجميله السهله الممتعه مش مكلفه، وبتزود اللبن للستات اللي هي بترضع او لسه حديثي الولاده. طب هتشتغل بالجاكيت يا دكتور ولا هتقلع الجاكيت؟ لا انا اسمح لي بس استاذ المشاهدين اقلع الجاكيت. طيب عشان ايه نبدا على طول نستعد اخش على التعقيم بقى للاول. طب معانا تليفون يا طيب هنعمل سبانخ يا خالد، انا اوعدك اليوم الاربعاء الجاي دكتور خالد وشاحي يعمل لنا سبانخ، وان شاء الله طبعا هو بيمتعنا باكلاته السهله اللي مش مكلفه اللي احنا نسيناها واللي احنا كنا متربيين عليها من صغرنا. طب ناخد اسراء عشان معانا بقى لها شويه على التليفون. يا اسراء السلام عليكم. يا اسراء عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ بتكلمينا منين يا اسراء؟ من اسوان. من اسوان. اتفضلي. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور خالد؟ دكتور خالد سامع حضرتك. معاك يا فندم اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيكي، اهلا وسهلا باهل اسوان. الله يخليك يا دكتور تسلم. انا معاك. لو سمحت انا كان من فتره كنت طالعه على السلم فاتكعبلت فالانف عندي اتكسر. فاول الحكايه فكان نزيف وكده وتمام خلاص خف النزيف ومفيش مشاكل. بس بعد فتره بدات احس بصداع وألم في الأنف، وفي ناحية بحس إن أنا بتنفس منها والناحية التانية لا. فأنا عايز أعرف هل العملية دي ليها أعراض بعد كده، ليها مضاعفات، أو إن أنا هقعد فترة قد إيه فترة العملية، وإن أنا بعد العملية ممكن أخرج بعد وقت قد إيه؟ بصي يا مدام، هو حضرتك ده اللي أنت بتحكي عليه ده بالظبط هو اللي كنا بنقوله دلوقتي مع الشيف رفعت، دي اسباب ضروريه لاجراء عمليه استعدال او تقويم للحاجز الانفي ثم تجميل الانف من الخارج، لان اكيد بعد الوقعه دي حصل ازاحه للعظم فاصبح الشكل شويه متغير.
حضرتك لو من أسوان أتشرف إن أنا تجيلي في عيادتي في قنا أو في القاهرة، وعشان طبعا الصحة والجمال وأنت أول مشاهدة بتشوفينا النهاردة وبتكلمينا، علاجك كله إن شاء الله هيبقى مجانا، مش هناخد منك بس غير تكاليف المستشفى وفتح غرفة العمليات والتخدير، وده أعتقد قليل قوي قوي زي ما قال الشيف رفعت قبل كده، ما يجيبش حتى ثمن موبايل من الموبايلات العادية خالص. شكرا. فهتشرفينا في العناوين اللي عندنا على عيننا وراسنا إن شاء الله، عمليتك سهلة وأسبوع بالكثير وتقدري ترجعي تمارسي حياتك بشكل طبيعي. شكرا لك يا إسراء وشكرا لاتصالك. دكتور خالد الشاحي كله كرم، اول حاله هي معانا على الهواء على طول. دكتور خالد تبرع العمليه، يعني هتدفع بس تكاليف الغرفه دكتور بالزبط. وده بتبقى يعني حاجات رمزيه مش كتير، ودكتور خالد متبرع بالعمليه. شكرا لك يا دكتور، شكرا لكرمك. نخش بقى هنعمل ايه على طول يا دكتور عشان الوقت ما يسرقناش؟ طيب. اطلع لك انا البامية. لا انا عايز بس اوري اسلام، عايزك توريني الباميه. يلا اسلام هات الباميه للدكتور. بص يا شيف رفعت، دايما احنا في البيت ست البيت تقول لك انا عايز الباميه الصغيره دي عشان هي دي اللي هتطلع ايه اللي الزيرو في في الايه في الصينيه او في الطاجن، لكن احيانا بيجي لنا باميه كبيره كده. ايوه هي دي اللي احنا بنقول على شيخه او عجوزه. هي دي بتاعت الويكه، هو دي الكانديد فور ويكه. فدي هنشتغل عليها، احنا بنقطعها. شيف رفعت طبعا طب اقطعها لك وانت تعمل حاجه ثانيه؟ هنعمل بص شوف ليه فاتح، احنا عايزين نقطعها صغيره كده اهو، لان احنا هنحطها مع اللحمه اللي بتستلق. طيب. فاللحمه بتستلق من شويه. طيب. ولكن احنا بنقطع صغير كده اهو. شوف كل ما كانت الباميه كبيره كل ما ده طبعا كان ايه بالنسبه لنا في التقطيع افضل واسهل. طيب. فما ترميش الباميه اللي هي شيخه زي كده وكبيره، خليها نعمل بيها اكله ويكه في نهايه الموسم ان شاء الله. اتفضل. طيب. يا شيف ليه فاتح اتفضل. واعمل انت بقى، شوف هتعمل الرز. هنعمل بقى احنا ايه، هنخش على طول بقى على الرز. اعتقد احنا كده العين دي برده سخنه عشان الرز يلحق ايه يعمل معاه. الرز يا شيف رفعت هنعمل النهارده رز بشبت. ده الجديد بتاع النهارده يا دكتور. وده برضو اعتقد حاجه يعني ايه لطيفه، بس احنا بنحط الاول ناخد الايه الفرع بتاع الشبت نفسه. والمقادير يا جماعه على الهوا زي ما انتم شايفين اهو، موضوع سهل مش متعب يعني. ولحابب يصور او حابب يكتب يكتب ورانا وشوف الجديد بتاع دكتور خالد وشاحي. هنحط شويه زيت صغيرين قوي عشان هنحط زبده بعد كده. براحتك انت بقى. اهو طيب. يا فندم شويه زيت. ناخد تليفون طب ونرجع لك وانت بتعمل الزيت طبعاً كده طبعاً. يا الاء يا الاء يا الاء. الو يا الاء ازيك يا شيف رفعت عامل ايه؟ انا زعلان منك يا الاء. والله انا ما اقدر على زعلك ابدا يا شيف رفعت وحياه ربنا. طب انت فينك بقالك فتره، لا بتسالي ولا بتكلمينا ولا اي حاجه؟ لا والله ما اقدر يا شيف رفعت. ازي حضرتك الاول؟ انا حضرتك طيب؟ انا كويس وانت طيبه، وازاي مامتك واخواتك كله تمام؟ والله كلهم كويسين وبيسلموا على حضرتك كتير 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 وبيقولوا لك كل سنه وانت طيب. وان هم طيبين وشكرا ليك يا الاء. وعلى طول يا الاء كده كلمينا وتابعينا يا الاء. ما تقدرش حضرتك ابدا والله يا شيف رفعت. عندك سؤال ولا حاجه؟ ربنا يخليك، سلامي بس للدكتور ولحضرتك، وانت كنت وحشني فقلت اطمن على حضرتك، ومعلش على الغياب الطويل ده، والله كانت حاجه غير يعني غير ارادتي. يا رب ما تتكررش تاني يا الاء، وشكرا ليكي وشكرا لاتصالك. انا بنحط طيب. كده الساق نفسه بتاع الشبت بنحطه لان ده بيدي ريحه كويسه قوي وطعم جميل قوي قوي للرز. مش هنحط كتير في الاول، يا دوب كده حاجه بسيطه. طيب. ولكن بعد ما ننزل الرز كده ونسقطه تديني الرز يا شيف رفعت. الرز هو طبعا دكتور خالد وشاحي. شكراً. طيب ما ناخد بوسي الاول ونرجع لك يا دكتور خالد. ماشي يا فندم. يا بوسي. الو السلام عليكم. يا مدام بوسي ازاي حضرتك؟ ازيك يا شيف رفعت عامل ايه؟ اخبارك ايه يا ست الكل؟ الحمد لله. انا كلمتك امبارح وحابه اشكرك على طريقه البط. يا ايه طلعت كويسه ولا ايه؟ ايه؟ طلعت البط طلع كويس ولا ايه ولا لسه ما عملتوش؟ بصراحه تسلم ايدك وشكرا جدا. يا رب يخليكي. وعلى طول كده مدام بوسي كلمينا، واي استفسار عن الاكل عن الشرب عن الرياضه انف واذن حنجره تامير انف الدكتور خالد معانا. بس ممكن اسال على حاجه؟ اتفضلي. هي الدكتور صوفيا هتيجي امتى معاك؟ صوفيا معانا كل ثلاث من كل اسبوع، بس البارح كان عندها شويه البارح كان عندها شويه برد شويه مكسرين عظمها. انت عارفه طبعا صوفيا يعني ما بتغيبش غير يعني الشديد القوي يعني. الف سلامه عليها. ممكن اسال الدكتور حاجه بس؟ اتفضلي تحت امرك. اموري معاك دكتور. معاك يا فندم اتفضلي. سامعك. ايوه بس يا دكتور عايزه اسال سؤال على وداني في الشتاء بالذات. بيبقى الم جامد وبينزله ميه. لا بصي بقى يا فندم، بينزلوا ميه دي قصه يعني في التهاب في الاذن الوسطى، بينزلوا ميه في الشتاء نتيجه نزلات البرد المتكرره عند حضرتك،
ومعنى نزول ميه معناها ان احنا عندنا التهاب في الاذن الوسطى، وده شيء ما يتسكتش عليه يا فندم. طب يا مدام بوسي. طيب نعم اسمعينا يعني اقفلي واسمعينا من التلفزيون ودكتور خالد هرد عليك. هنرد عليك مباشره، سيب التليفون. شكرا لك يا مدام بوسي. طيب بتقول لك اللي ودانها يا دكتور في الشتاء بتنزل ميه. يا مدام بوسي الودن اللي في الشتاء بتنزل ميه، ده مفيش حاجه عندنا في الودن بتنزل ميه، بتنزل صديد من الاذن الوسطى وده التهاب في الاذن الوسطى. يا فندم ما تسكتيش عليه خاصه في الشتاء، لان هو دايما في الشتاء بيزيد القصه دي نتيجه وجود نزلات برد متكرره. راجع بسرعه اقرب طبيب عشان ما يحصلش ثقوب في الودن اكبر من اللي بيحصل فيها كده، وما يحصلش بعد كده نوع من انواع ضعف السمع عند حضرتك. وشكرا لك يا مدام بوسي وشكرا لاتصالك والف سلامه عليكي. طيب معانا حد تاني يا سوليه؟ طب في زنه في الاربيس يا سوليه، شوف علي والنبي يظبطه لنا. طبعا زي ما انتم شايفين دكتور خالد وشها عمل الرز بالشبت اهو، قطع الشبت الاول زي ما انتم شايفين طلع لونه حتى حلو، والشبت طبعا قيمته الغذائيه مفيد للجسم زيه زي البقدونس وزي الكزبره وزي السبانخ. وطبعا زي ما انتم شايفين انا بقطع الباميه اهي تقطيع صغير وشغالين اهو، والامور سهله بسيطه كلنا نقدر نعملها. لو محتاج مساعده يا دكتور ولا حاجه قول لي. عايز ملح، عايز توطي النار، عايز تعلي النار؟ انا عايز افتح الملح بس. عايز تفتح الملح اهو يا ريس. شكرا جدا تحت امرك يا دكتور. شكرا. زي ما انتم شايفين دكتور خالد بطلته وبمعلوماته القيمه كل يوم اربع من كل اسبوع الراجل ما بيحرمناش، بيلبي لنا طلباتنا وطلبات الساده المشاهدين. كل ما هو عنده مشكله في الانف، في الاذن، في الحنجره، تجميل انف، كلمونا ابعتوا لنا وان شاء الله نقدر نرد عليكم واحنا شغالين وبنعمل لكم الويكه الجميله اللي فكرنا بيها دكتور خالد وشحا كنا نسيناها. فكرنا بيها دكتور خالد وكنا زمان ما كانتش فيه خلاطات، ما كانتش فيه ثلاجات، كانت الامور صعبه شويه. دلوقتي خلاص بقت السوشيال ميديا والانترنت وكل حاجه موجوده وبقينا في عصر الرفاهيه. انا ناخد دكتور بس شويه مرقه من الـ ايوه شفت الدكتور حتى ما بيقولش عليها الشوربه مرقه ايوه على الرز. وهنكمل بقى ايه اضافه الميه على الرز وهنسيبه بقى مع بعض كده وياخد غلوه ونبتدي نوطي عليه. ان شاء الله يطلع رز كويس يعني يحوز قبول الساده العاملين بالقناه طبعا. لا ده احنا هناخد الاكل ده ثم الساده المشاهدين بعد طيب ما تاخد المداخله ده يا دكتور وتقول الو. اتفضل الو. ايوه يا سوليه مين معانا يا فندم؟ يا سوليه قول الو يا دكتور. الو خط قطع. طيب خط قطع نروح هنا وناخد رضوى من هنا. يا رضوى يا رضوى اهلا. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ ازيك يا رضوى حضرتك عامل ايه؟ اخبارك ايه كله تمام؟ تمام الحمد لله يا دكتور. ممكن اسال حضرتك على حاجه؟ اتفضلي الدكتور سامعك. ايوه يا رضوى اتفضلي. عندها 18 سنه. ايوه في المدرسه وقعت على الانف بتاعي. اه عمليه تجميل ولا لا؟ وقعتي على الانف وانت عندك كام سنه؟ كام سنه؟ 18 سنه. لا وقعتي من كام سنه يا رضوى؟ وقعت من خمس شهور او خمس شهور. طب ايه الاعراض اللي عندك؟ بتحسي بايه يا رضوى؟ مش بعرف اتنفس كويس وبنزل دم يعني مش كتير يعني كل كذا يوم كده بنزل دم. طب حد شافك يا رضوى؟ حد في الاطباء شافك قبل كده او مستشفى؟ عملتي اشعه او اي؟ الدكتور قبل كده فاداني علاج وكده يعني، فبس انا محتاجه عمليه، فانا قلت اسال حضرتك انت يعني. يا رضوى طالما في كسر يا بابا قديم 18 سنه ده سن طبعا يعني ايه سن الشباب كله، فيعني حرام تكملي بالكسر ده. انا في انتظارك يا رضوى. لو حضرتك قريبه مني في القاهره 93 شارع الهرم على عيني وراسي مش هتتكلفي حاجه خالص. انت ضيفه البرنامج النهارده، كل اللي هنعمله لحضرتك بس تدفعي مصاريف المستشفى ودكتور التخدير، لكن الجراحه كلها وكل التكاليف عليا انا يا حبيبتي والف سلامه عليك. حاجه اكيد يا دكتور انا لازم اجي لحضرتك يا دكتور جميل. ربنا يخليك كتر خيرك يا ستي. تسلمي تسلمي كتر خيرك. لا الوان يا جماعه برضو وتليفونات دكتور خالد السوليان زلينا بقى على الشاشه وموجود على الشاشه اهي زي ما انتم شايفين. دكتور خالد ما بيحرمش الساده المشاهدين من حاجه. كتر خيرك يا دكتور خالد وربنا يجعله في ميزان حسناتك كده. وعلى طول يا جماعه بنحاول بقدر المستطاع يعني بنجيب
الدكاتره او بنجيب الشخصيات اللي نقدر نفيد بيها ونقدر نساعد بيها اخواتنا اللي عندهم مشاكل في زي ما انتم شايفين دكتور خالد انف واذن حنجره. كلمونا ابعتوا لنا وان شاء الله نلبي احتياجاتكم وطلباتكم. معانا مين يا سوليه؟ يا ام كريم. ايوه السلام عليكم دكتور سيف. ازيك يا ام كريم اخبارك؟ الحمد لله تمام. يا رب يخليك ويسعدك يا ام كريم. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا ام كريم والامه الاسلاميه كلها بخير وبصحه وسعاده. معلش كنت عايز اسال الدكتور على ابني كده. اتفضلي. السلام عليكم ازيك يا دكتور. اهلا يا فندم ازي حضرتك اتفضلي تحت امرك. معلش كان عندي ابني وهو عنده 3 سنين ونص يعني 3 سنين ونص تعب وكان عنده ما بيتنفسش كويس وعينين فكشفت له فقال لك الحمد لله ان متبقسمه وعنده لحميه. فبعد كده كل ما رحت للدكتور يقول لي لازم عمليه فبعد كده قلت لا انا مش عايزه اشيل الدول دلوقتي لان في ناس بس ما كانش صغير يعني. فرحت للدكتور كبير وكده فقال لي انا مش هقدر اعمل اي حاجه عمليه وكده غير لما اشوف التحاليل. عملت له تحليل ترسيب لوز وميكروب صبحي فطلع عنده الميكروب الصبحي نيجاتيف وعنده ترسيب اللوز في الساعة الأولى 30 وفي الساعة الأولى 17 وفي الساعة الثانية 30. سامع كويس يا دكتور؟ طيب حضرتك ما يعني أنا بقول لك سامعها كويس. حضرتك طالما عنده سرعة ترسيب عالية والميكروب الصبحي عالي وعنده لوز ولحمية حضرتك مستنية إيه؟ ما تعملي له اللوز والحمية؟ الميكروب الصبحي طلع نيجاتيف. طلع كام؟ نيجاتيف. نيجاتيف مش مشكلة طالما سرعة ترسيب عالية والولد بيتكرر عنده التهاب اللوز شيليها له يا مدام ده أأمن حاجة بالنسبة له. ما تستنيش لغاية لما الميكروب الصبحي يعلى. لا هو يا دكتور الترسيب قالوا لي سرعة الترسيب كويسة قالوا لي الساعة الأولى تمام 17 والساعة الثانية 30 تعتبر النسبة كويسة. يا فندم ما فيش حاجة اسمها نسبة كويسة حضرتك بتجي له تكرار في اللوز ولا ما بيجيلهوش؟ لا هو بيجي له تكرار بس بعد سنتين ونص الأيام دي بقى لما في دخلة الصيف طبعا ايه رحت باب دخلت ولده جديدة وبعد كده جالي فضيل على اللوز. قعدت سنتين ونص كويس كان بيجي لي احتقان بيروسي كده بسيط وخلاص ما بيقعدش تاني. طب بص حضرتك انا في قصة اللوز دي احنا بنبقى حساسين قوي 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 ليها. اتمنى حضرتك ان شاء الله يا تزوريني يا تزوري اي مستشفى قريبه. 3 سنين ونص سن معقول جدا لازاله اللوز واللحميه لكن ما تستنيش اكتر من كده عليه. تمام؟ وتحت امرك يا فندم. الف سلامه عليك. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. طبعا احنا برضو يعني حاول يا سوليه برضو التليفونات تدخل تليفونات للدكتور علشان برضو نفيد الساده او نفيد اخواتنا اللي بيتفرجوا علينا وعندهم مشاكل في الانف في الاذن في الحنجره. فرصه دكتور خالد وشاحي معانا النهارده اهو بمعلوماته وبطلته وبخبرته بيجاوبنا واللي نقدر نساعده يا جماعه هنساعده ان شاء الله. طيب بص يا شيف رفعت احنا دلوقتي هنبتدي بقى نحط على طول الايه الويكه على النار. طيب المرقه شغاله واللحمه بتتسلق ومسلوقه. حط حضرتك على طول كده الويكه فيها يا فندم. طيب وهنحط معاها شويه ايه توم بس توم ما هواش مهروس هيبقى صحيح شويه او متقطع كده شويه. التوم اللي اتهرس ده هناخده بقى ايه في الطشه بقى اخر القصه خالص ان شاء الله. طيب لكن دلوقتي هنحط التوم ده. عايز اقطع بقيه الكويسين دول ولا اقطع لا لا اقطع مفيش مشكله لو لو حد من الاستوديوهات اللي حوالينا اي قناه ثانيه يجي مشكلة. تعرف طب اي قناه جنبنا شايفيننا يجي ينورونا. احنا النهارده عاملين طب يعني عاملين طبخه كويسه بقى يا جماعه. وزي ما انتم شايفين على الشاشه اهي بنجيب الباميه الكبيره. طبعا انتم عارفين الباميه الموسم بتاعها قرب يخلص فاللي موجود في السوق الكبير دلوقتي فقلنا برضو عشان ما نحرمكوش من حاجه دكتور خالد وشاحي فكرنا بالويكه القديمه الجميله بتاعتنا اللي احنا كنا بنعملها. باميه كبيره بعدين بنجيب الشوربه اللي احنا سلقنا بيها اللحمه وبننزل بالباميه زي ما انتم شايفين كده. والرز اول ما يشرب ميته دكتور خالد هيوطي عليه وهيطلع باللون الجميل الاخضر الشبت الجميل بتاعنا. والامور سهله وبسيطه كلنا نقدر نعمل كده وكلنا نقدر يعني الاكل بتاعنا مش مكلف متناول الجميع السهل الممتنع. الاكل القديم اللي احنا نسيناه في مطابخنا كلنا اتجهنا للفاست فود للاسف وبقينا نكسل نقف في المطبخ نعمل لاولادنا اكل. امور سهله اهيت وبسيطه. طيب طيب نروح القاهره وناخد مين من القاهره يا خالد يا سوليه؟ يا الهام. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا الهام؟ ازيك يا شيف عامل ايه؟ يا رب يخليك ويسعدك. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه تعود عليك الايام بخير. الله يخليك.
بقول لحضرتك الويكا دي بعشق حاجه اسمها الويكا اساسا، انا من الصعيد وكدهوت الويكا اللي الدكتور بيعملها. بس بقى عايزه مفراك. ما هو بص خليكي معايا، قرب قرب الكاميرا يا سوليه والنبي مني، انت اشرف العمده واسلام عشان بس ما تقولوش ان احنا حارمينكم الحاجه، شايفاه؟ ايوه ولسه ما اشتغلش والويكا يعملها. لا هو ده بقى المفراك، انا ما بعملهاش في الخلاط خالص، المفراك. بالمفراك ده صح؟ ايوه بتخلي الويكا طعمها جميل. يا سلام عليك يا رب كده على طول كده، يعني نرجع لايامنا القديمه وذكرياتنا والاكل الجميل اللي احنا كلنا متربيين عليه في بيوت اهالينا. كانت الامور سهله وكانت الامور بسيطه، دلوقتي بقى فيه رفاهيه، كل اللي قاعد في البيت يرفع سماعه التليفون او الموبايل يعمل اوردر بيتزا او اي اكل من الفاست فود. بدا وزننا يزيد، بدا يبقى عندنا مشاكل كتير. مشاكل الكتير بتيجي منين؟ من الفاست فود اللي احنا بنجيبه وبيعمل لنا مشاكل لينا ولاولادنا، ويزود وزننا. تلاقي العيل لسه سنه صغير يا فاطمه 6 سنين ولا 7 سنين ووزنه ما شاء الله كتير. طب الوزن الكتير ده يعمل مشاكل للاطفال؟ ممكن يجيب لهم سكر وهم صغيرين لا قدر الله. فنخلي بالنا من صحتنا وخلي بالنا من صحة أولادنا. واللي عايز يسأل على الأنف والأذن والحنجرة ومشاكلها مع تقلبات الجو، والجو احنا عارفين ان احنا داخلين على فصل الشتاء، دكتور خالد وشاحي معانا اهوت عشان برضو ما ننساش اللي هو يعني نستفيد بأكبر يعني معلومات ممكنة من دكتور خالد، وما ياخدناش في جو المطبخ ونسينا الأنف والأذن والحنجرة. دي كزبرة خضراء يعني هنحاول نفرمها شوية كده وهنضيف منها على الويكا وهو كلهم مع بعضهم، كل ده هيخش بقى مع المفراك في الآخر هيظبط الدنيا إن شاء الله. أنا وطيت شوية، وطيت النار. طب ما نقل لك النار هنا، هو ده على الليد دي. شوف انت طيب. شوف انت القصة عشان بس الرز يطلع منك. معانا تليفونات يا سوليه ولا حاجة؟ يا خالد سوليه. طيب في رسالة جاية لك يا دكتور خالد على صفحتنا على الفيسبوك. من هنا يا دكتور خالد؟ تمام، اهلا وسهلا. صفاء محمود وشاحي بنت عمك بتقول لك محفوظ اهلا وسهلا. بتقول لك احنا بجد فخورين بيك يا دكتور. ربنا يخليك يا بيه. وشكرا للشيف رفعت، شكرا ليك وشكرا لاهل الصعيد كلك. طبعا مش انتوا لوحدكم كصعايده فخورين بالدكتور خالد، احنا كلنا هنا في الاستديو وكل ما هو يعرف دكتور خالد وشاحي فخور بيه، لان دكتور خالد وشاحي عنده حضور بيساعد الناس كلها، ما بيتاخرش على حد وما بيبخلش بمعلومه علينا. يعني انا عايز اقول لكم، انا واحد من الناس كلمته اول البارح بالليل، كانت الساعه 2 بالليل، كان عندي ودني كانت تعباني قوي، كلمته قال لي لا انزل هات لها قطره وظبطها لحد ما اشوفك يوم الاربع. فكتر خيرك يا دكتور، شكرا ليك وشكرا لنصايحك ومعلوماتك. هو ده اللي احنا متعودين عليه من دكتور خالد وشاحي بحضوره وبمساعدته لينا وكل الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا. طب احنا عايزين عين ثالثه. العين الثالثه موجوده. دي بقى ولا دي؟ انا مش عارف. هشغلها لك انا برضو اهي. ايوه. طيب في برضو سؤال برضو على صفحتنا على الفيسبوك يا دكتور خالد. دي اعلى؟ دي شغاله بقى. دي اعلى واحده؟ دي شغاله. لا احنا عايزين عاليه قوي تبقى عليها الويك. ما دي برضو عاليه. اوكي. طيب. دي بقى. ماشي. السؤال بيقول يا خالد يا سوليه. طيب في سؤال على صفحتنا على فيسبوك جاي لك يا دكتور خالد، وبيقول لك هل الدوخه لها علاقه بين الوزن والقسطة؟ الدوار الدوار ليه علاقه بالاذن الداخليه وليس الاذن الوسطى. الاذن الداخليه فيها جهاز مسؤول عن الاتزان، وده جهاز مع نزلات البرد مع اي نوع من انواع الالتهابات في الانف بيحصل فيه شويه اضطراب، وده بيخلي الاذن الداخليه والقنوات الهلاليه الموجوده جواها يحصل فيها التهاب بسيط يسبب الدوار. لابد من علاجه بدري عشان ما يبقاش مزمن عند الشخص. طيب يعني نستعجل شويه باللي هي تشوف اخصائي يكشف عليها ويكتب لها علاج الدوار عشان ما يبقاش هذا الدوار مزمن بعد كده. طيب. ويبقى بيلازم الشخص. طيب. احنا هنحط الميه دي للعصيده. ماشي. اللي اسف للخبيصه. طيب. انت ركز معايا بقى. ماشي. عشان ايه؟ للخبيصه. العصيده احنا عملناها. طيب. خلاص. دي احنا بنشتغل في الخبيصه وقلنا الخبيصه دي فوايدها لاخواتنا اللي لسه مخلفين في حديث الولاده. لو عندكم مشاكل في لبن الطفل بيبقى ضعيف شويه، اضربوا الخبيصه اللي الدكتور خالد وشاحي عملها لنا النهارده، بتزود كميه اللبن لاخواتنا اللي لسه مخلفين او حديث الولاده. معانا تليفون يا سوليه؟ طب نروح المنصوره ونقول الو. الو.
الو. ايوه مساء الخير. ازيك يا شيف رفعت؟ عامل ايه؟ ازاي حضرتك؟ اخبارك؟ ازيك يا شيف رفعت؟ اخبارك ايه؟ اسمعينا من التليفون يبقى كتر خيرك. ازيك يا دكتور؟ يا رب يخليكي. ايه الاكلات الجميله دي؟ يا رب يخليكي. اسمعينا من التليفون يبقى كتر خيرك. ماشي يا دكتور. بقول لك لو سمحت يا دكتور، انا على طول مناخيري كده الانف بتاعي يعني مخنوقه على طول ومتضايقه، وابني نفس النظام. عندك مشاكل في التنفس يعني؟ اه. وفي مشاكل في الاذن ولا حاجه؟ لا مفيش حاجه في الاذن، بس كل حاجه الانف بتاعي يعني. طيب احنا عايزين بس حضرتك لو مشاكلك في انسداد في الانف برضو زي النصيحه اللي دايما بنقولها، ما تستنيش لغايه لما تبقى المشكله متفاخمه، راجعي اقرب طبيب لحضرتك، اقرب مستشفى. النهارده اطباء الانف والاذن والحنجره بسم الله ما شاء الله في كل المحافظات موجودين. المنصوره عندك صرح عملاق اسمه مستشفى المنصوره الدولي، والزملاء هناك على اعلى مستوى من الخبرات، احنا بنتعلم منهم برضو يعني لا يمكن انكار حق جامعه المنصوره. فاتمنى حضرتك باذن الله تراجعي استشاري او اخصائي انف واذن في مستشفيات المنصوره، عندك مستشفى المنصوره الدولي برضو مستشفيات كويسه قوي. ما تستنيش على انسداد الانف عشان ما يبقاش في مشكله تزيد في المستقبل. طيب شيف رفعت احنا حطينا ميه عشان الخبيثه، حطينا رشه ملح بسيطه قوي. هناخد بقى معاها 4 معالق كركم. 4 كركم؟ كركم. ماشي. الخبيثه دي مينلي بتشتغل على طبعا الكركم، ما نتحدث بقى عن الكركم وفوائده طبعا. مع دكتور خالد، بس نروح شمال سينا الاول يا دكتور خالد. اتفضل. وناخد المكالمه دي من شمال سينا. مين معانا خالد من شمال سينا؟ يا ميرفت. السلام عليكم. يا ميرفت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. واهل شمال سينا كلهم عاملين ايه؟ الحمد لله كويس. يا رب دايما على طول. اتفضلي سامعينك. بقول لحضرتك يا دكتور اموري، انا بنتي عندها 6 سنين وعندها اللوز فكشفت عليها عند الدكتور، اللوز مصاحبه بالسخونيه. اللوز مصاحبه بسخونيه حضرتك، يبقى فيه التهاب حديث في اللوز. لو البنت 6 سنين زي ما حضرتك بتقولي واللوز بتتكرر عليها، اتمنى حضرتك برضو زي ما بنقول دايما ما تستنيش لغايه لما لا قدر الله يحصل مضاعفات روماتيزميه في عضله القلب او في الصمامات بتاعه القلب، ويبقى بنعاني مشكله في القلب العمر كله، نبادر بزياره الطبيب والاستشاري. حضرتك لو في شمال سيناء او جنوب سيناء برضو في زملاء هناك على مستوى جيد جدا. لو حضرتك عايز تنزلي بقى الاسماعيليه ومستشفى جامعه الاسماعيليه، اعتقد برضو جامعه قناه السويس على اعلى مستوى. قصه اللوز واللحميه قصه سهله، اتصور ان انت في سيناء تقدري تعمليها بسهوله وما تستنيش على بنتك اكتر من كده، والف مليون سلام عليها. طيب نكمل بقى أكلنا الجميل وحديثنا عن الأنف والأذن والحنجرة، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا بعد الفاصل مع الويكا الجميلة اللي دكتور خالد فكرنا بيها وعملناها لكم النهاردة. نزلنا زي ما قلنا جبنا الباميه الكبيره، طبعا انتوا عارفين احنا في نهايه السيزون بتاع او الموسم بتاع الباميه، فالباميه اللي موجوده في السوق الكبيره الفريش، فقطعناها زي ما انتوا اتفرجتوا علينا في بدايه الحلقه، استوت اهيت. وهرجعكم بقى للزمن الجميل، طبعا كل مجال ليه زمن جميل، حتى لو قلنا الفن في زمن جميل في الفن، قلنا الغنى، قلنا الدراما، قلنا الاكل، ادي الزمن الجميل بتاع الاكل، ادي المفرك اهو، مفيش خلاط ولا في اي حاجه. طبعا يا جماعه الطعم بيختلف، واحد يقول لي طب ما انا ممكن اسهل واضرب بالخلاط، مش هتجيبه بنفس طعم المفرك اللي احنا هنضرب بيه ده. يا واحد يقول لي يا عم انت بتبالغ قوي، هقول لك لا ما ببالغش. جرب مثلا اشرب الشاي البراد الجميل بتاعنا اللي احنا كنا بنشربه زمان، وجرب الكاتل بقى والميه المغليه دلوقتي، هتلاقي في فرق في طعم الشاي. جرب كده وهتلاقي الفرق موجود. وزي ما انتم شايفين المفرك اهو، وبنضرب واسلام يقرب بقى، وانا ايه بضرب بمرن الباي والتراي زي ما انتم شايفينه. شغل خفيف، شغل سهل، كلنا نقدر نعمله، وهناكل ويكا اجمل ويكا في الدنيا ممكن تاكلها بتاع دكتور خالد وشاحي. وطبعا دكتور خالد وشاحي بيعمل لنا الطشه الجميله بتاعت الباميه. الطشه ايه؟ تبقى تومه ده زبده ده زيت، وناكل بالهنا والشفا عليكم وعلى الناس اللي بتتفرج علينا. واهم حاجه يا جماعه وانا بضرب بالمفرك كده، باخد شمال يمين مش يمين شمال، شمال يمين مش شمال مش يمين شمال. دي شويه كزبره كده ناشفه يا شيف رفعت. الكزبره طبعا. أيوة. طبعا الكزبره يا جماعه بتبقى في الملوخيه، في طشه الملوخيه، في طشه الباميه مختلفه خالص. طيب. وانا شغال سامعين المفرج بيعمل ازاي؟ طعم مختلف، ريحه جميله، سهل ممتنع، زمن الباميه الجميل الويكا. طيب معانا اتصالات يا سنيه ولا حاجه؟
الخبيصه دي اي شويه عيش عندك في البيت عيش قديم ما ترموهوش، احتفظ بيه، هنحطه مع الميه مع الكركم مع رشه ملح خفيف قوي، وهننزله في الحله اللي عندك عشان ده العيش القديم ما ترموهوش، هو ده اللي هنعمل بيه الخبيصه. طيب ناخد التليفون يا دكتور ونرجع لك. اتفضل يا فندم. يا نجلاء. الو. ايوه. بتعرفي تعملي الويكه ولا ما بتعرفيش يا نجلاء؟ الو. يا نجلاء سامعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك بتعرفي تعملي الويكه ولا لا؟ انا كان عندي سؤال عايزه اتشكر عليه. طب قولي السؤال. بالنسبه لعمليات التجميل هي بتاثر على مخارج الحروف بعد كده بالنسبه لشغلك كاخصائيه؟ لا خالص يا فندم، عمليه التجميل بتتم في الانف نتيجه انسداد الانف نتيجه الكسر القديم اللي موجود، ولا تؤثر مطلقا على مخارج الحروف او اي شيء من الحاجة بتقوليه. اطمني، هي عمليه امنه، عمليه ما فيهاش مشاكل كتيره، لكن طبعا حضرتك لازم تقعدي مع الاستشاري اللي هيعملها او الخبير اللي هيعملها لحضرتك قعده كونسلنج، يقول لك احنا نقدر ننفذ لك ايه بالظبط وده هيفيدك في ايه، وحضرتك بتقولي له انا نفسي في ايه، بتلتقوا في الاخر في خطوط واحده، انا عايزه كذا وانا اقدر احقق لك كذا، وبتتوكلي على الله وتعملي العمليه. لا هي مش مكلفه، في النهارده اصبحت متاحه زي ما قلت لحضرتك في مستشفيات وزاره الصحه، في المستشفيات الجامعيه، في العيادات الخاصه، مش محتاجه ابدا انك انت تحوشي ولا توفري زي ما قال الشيف رفعت كده، اقل من ثمن موبايل الموبايلات العاديه مش الايفون والحاجات دي، لا القصه سهله، لكن حضرتك لو مأثره عليك على الشكل او على الاداء اتنفس نفسه، لا بدري حضرتك بالعرض، وان شاء الله تبقى سهله بالنسبه لك وموفقه باذن الله، والف مليون سلامه عليك. وشكرا ليكي وشكرا لاتصالك. شكرا ليكي. خليك معايا اسلام، هوريكم يا جماعه الويكه بعد. لسه هنحط الطشه. ما هنحط الطشه، بس انا عايز اوري الساده المشاهدين الويكه عملتها بالمفرك ازاي. خليك معايا اسلام اهو زي ما انتم شايفين. يا سلام عليا. زي ما انتم شايفين الامور سهله خالص اهي، اتضربت بالمفراك، نعمناها، هتاخد بقى الطشه الجميله بتاعتها. فين طشتها يا دكتور؟ لا هتهالي بقى هنا اهو، ناخدها على النار افضل زي شويه زي ما انتم شايفين. اسلام برضو قرب. ايوه هلنا على النار هنا اهو. تسلم ايديك يا شيف رفعت، تحت امرك. احنا تلامذتك يا فندم هنا اهو. طيب ناخد امر على ما نعمل الطشه يا دكتور. هتهالنا هنا اهو يا عمرو. بعد اذن معاليك، شكرا جزيلا. طيب معلش يا سمير، حقك عليا، بلغنا سمير وانا اهدى شويه وانا بصب الويكه. معلش معانا مين يا سوليه؟ يا عمرو. السلام عليكم. يا عمرو سلام ورحمه الله وبركاته. الدليل حياتك مهرجان يا شيخ رفعت. مش سامع كويس يا عمرو. بقول لك الدليل حياتك. يا رب يخليك يا عمرو، شكرا ليك يا عمرو. يا عمرو اتحرك كده شمال ولا يمين عشان نقدر نتواصل ونسمع بعض. ماشي. بقول لك يا شيخ رفعت، ممكن انا عندي مشكله في الاذن. اتفضل قول، الدكتور سامعك. بقول لك انا عندي مشكله في الاذن. طب اتفضل قول، ايه مشكلتك في الاذن يا عمرو؟ يعني بتنزل حاجات وحشه من الاذن، يعني بتنزل حاجات مش كويسه يعني. ده التهاب في الاذن الوسطى يا حاج، ما تسكتش عليه طبعا. انا رحت جميع الدكاتره يا فندم على طول. لا لا يا فندم، جميع الدكاتره زي الفل، حضرتك شرفنا في عنواننا، انت عندك كشف مجاني عندي تحت امرك، لو انا بعيد عنك اقرب مستشفى وتابعني على التليفوني، وتحت امرك ابعت لي لو عامل تحاليل او فحوص، انا تحت امر حضرتك، واي حد يتصل بينا احنا تحت امره، صحه المواطن في مصر همنا كلنا على فكره. طيب والارقام موجوده على الشاشه اهي، خالد السوليه نازل بيها، في اي وقت عايز استفسارات، عايز اي حاجه، انف اذن حنجره تجميل انف، ابعتوا لنا كلمونا، دكتور خالد الشاحي موجود وبرده على تليفوناته 24 ساعه، مفيش قلق وتحت امركم. شوف بقى العيش اللي كان خدت بالك كان ناشف بقى طري. هنجيب بقى العسل، استسمحك شيف رفعت، شويه العسل ده ايوه عشان السيدات اللي هم خارجين من الولاده. ادينا بقى شويه عسل هنا اهو يا شيف رفعت، قد نص كوبايه عسل. قرب يا اسلام مننا، ادينا حضرتك ايوه. بس يا فندم بس يا شيف رفعت، بس كده كويس قوي قوي. هايل يا شيف رفعت، كتر خيرك. هننزل بقى ايه بالطباقه بتاعتنا الجميله، واخد بال حضرتك؟ قبل ما تنزل بقى ناخد التليفون ده يا دكتور ونرجع لك. ماشي. معانا مين؟ معانا مين يا خالد؟ يا مدام منى. اهلا. الو. يا مدام منى. الو. الرز استوى يا شيف رفعت اهو. سامع حضرتك، اتفضلي. اقلبه بس كده. اهلا وسهلا، انا بتفرج دلوقتي على الو. معاك يا ست الكل، اتفضلي. معايا قناه الصحه والجمال، بشوف البرنامج دوت.
انا بتكلم عن عباره عن عمليات التجميل ديت يا فندم. اتفضلي. يعني مش ما بحبتهاش ان هي تبقى تتعمل باستمرار، لان هي ساعات بتتعمل بتبوظ شكل البني ادم. ليه البني ادم ما يعني ما يعيش بطبيعته؟ تمام. احنا سؤال حلو يا دكتور. احنا يا فندم ما قلناش ان احنا نعملها على طول، احنا قلنا نعمل اللي محتاج. يبقى طبيعي بيبقى. تمام. بس بيبقى لو حضرتك الانسان الطبيعي ده لا قدر الله وقع على مناخيره، أصيب في مناخيره، مش هيبقى طبيعي أبدا. النهاردة بتشوه الشكل، بتخلي منظر الإنسان نفسه حتى نفسيته بتتأثر. العمليات الجراحية مش معمولة أبدا يا فندم إلا لمساعدة المريض، وإحنا قلنا من أول الحلقة إحنا بنعملها أحياء لما يكون في سبب وظيفي ليها، عاملة إعوجاج في الحاجز الأنفي، عاملة كسر في الحاجز الأنفي، كل ده العيان بتاعنا ويبقى جاهز للعملية. وبعدين عمليات التجميل الأنف النهاردة أصبحت ضرورة في بعض الحالات، العيوب الخلقية وزي ما قلت حضرتك الكسور، وفي حد بيتولد عنده عيب خلقي في الأنف. فخلينا نقول إن العمليات مطلوبة للي بيحتاجها، الخبراء المصريين يقدروا يعملوها بشكل جيد جدا، مفيش أي مشاكل فيها. وشكرا ليكي وشكرا لاتصالك. طيب معانا مين يا أم علاء؟ يا أم علاء؟ يا أم علاء؟ يا حاجة فاطمة؟ يا حاجة فاطمة؟ يا حاجة فاطمة ازاي حضرتك؟ يا رب يديك الصحة وطولة العمر. الله يخليك يا رب. يا رب يخليكي. بنستمتع كده. الدكتور تمام والله وزي الفل وبسلم على حضرتك. الصوت بعيد قوي يا سوليه ليه؟ يا خالد الشبكه وحشه؟ احنا طب نحب يعني نطمن على الحاجه فاطمه، ربنا يا حاجه فاطمه اديكي طول العمر والصحه والسعاده، على طول كده بتمتعينا باتصالاتك ويا رب كده تبقي كويسه وعلى طول تتابعينا وتكلمينا. طبعا زي ما انتم شايفين الرز بالشبت الجميل بتاعنا استوى اهوت وطلع. دكتور خالد تسلم ايدك يا دكتور خالد. اللحمه اتسلقت اللي احنا عملناها مع الويكا، والويكا ضربناها بالمفراك مش بالخلاط، ودكتور خالد زي ما قلنا عمل لنا فكرنا خبيصه بيها برضو الخبيصه الجميله اللي احنا قلنا برضو لاخواتنا اللي لسه مخلفين او حديث الولاده لو عندهم مشاكل لبن قليل ولا حاجه لاطفالنا اضربوا الخبيصة اللي دكتور خالد عملها لنا، سهلة وخفيفة وبتزود اللبن لستات حديث الولادة، وإن شاء الله يبقى يعني كده بنفيدكم. دكتور خالد بيفيدنا بأكلاته الجميلة وبحضوره وبمعلوماته. وكلمونا وبعتولنا لعنده مشاكل في الأنف، عنده مشاكل في الأذن، عنده مشاكل في الحنجرة، بنحاول بقدر المستطاع بنلبي رغبات السادة المشاهدين لما بيطلبوا معلومة أو عايزين يستفسروا على حاجة، بنجيب المختص يرد ويعني بنحاول نساعدكم قدر المستطاع. النهاردة جبنا مختص في الويكة. لا ما شاء الله عليك يا دكتور. وخبير في العصيدة. لا 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 والأكل وتاخد بالك الأكل ما خدش وقت. بص يا شيف رفعت، أنا برضو عايز أفكر الناس باللي إحنا بنعمله، إحنا عملنا رز بالشبت وعملنا الخبيصة دي بالعيش الناشف اللي عندنا ما ترموهوش. ما نرموهوش. شوية عسل في البيت، حتة زبدة، كركم، هتطلع اكله لطيفه جدا في الشتاء اخر الليل في الصبح بدري، اكله تطلع بعدها على الغيط على طول، ربنا يعينك يعني لغايه نص النهار كده ما تقولش فيها اي حاجه. كمان الطبق الويكه ده مع شويه الرز، مع طبعا لو في عيش بلدي، عيش شمسي، عيش اي عيش في البيت، ده طبق جميل جدا جدا. والويكه دي من الحاجات اللطيفه اللي الناس نسيتها، بس احنا النهارده بنحاول نفكرهم بيها بالزمن الجميل. عملنا بقى قبل كده الحريره المغربيه، عملنا العصيده، عملنا النهارده الخبيصه، عملنا كمان الباميه الخضراء من غير طماطم، عملناها خضراء تمام، عملنا كمان النهارده الويكه. عايزين بقى جمهورنا الجميل يقول لنا محتاج ايه المره الجايه. اتكلمنا في تجميل الانف واتكلمنا في مشاكل الانف كلها، قولوا لنا انتوا عايزين ايه عشان احنا برضه نبقى بنلبي رغبتكم. يوم الاربعاء يا شيف رفعت يوم للجماعه مش بتوع الدايت، الجماعه اللي هم الفري الدايت يبعد عننا الاربعاء، احنا بعيد عن ده، لان الخبيصه دي من الحاجات اللي هي هاي كالوري، السيدات بتاخدها بتدي فعلا انرجي قوي جدا، والكالوريز بتاعتها والسعرات الحراريه عاليه جدا، لان فيها عسل اسود، فيها عيش كربوهيدرات، فيها
زبده او سمن بلدي دهون، فلا يعني الناس بتوع الدايت يبعدوا عننا شويه يوم الاربع خاصه في الحلويات بتاعتنا. طيب ناخد الاستاذ محمد. يا محمد. الو. الو يا محمد، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام يا فندم. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله بخير الحمد لله، ربنا يخليك يا فندم. اتفضل سامعينك يا محمد. انا كان عندي بس اتصال كده حضرتك. اتفضل. المدام عندي كانت عايزه تعمل عمليه في الانف بتاعتها. اتفضل. فانا بصراحه مش عارف يعني، الان طبعا لان بسمع كتير ان في عمليات ما بتنجحش او في عمليات ما بترجعش، يعني بترجع الانف تاني بس مش بشكل مطلوب. فانا مش عارف بصراحه يعني. طب هي عندها مشاكل، بتشتكي من حاجه في الانف مثلا؟ لا، هي في جزء من فوق كده بيبقى يعني ادخل من الجزء اللي تحت، فهي عايزه يعني يبقى تعديل. في تناسق في الانف نفسها. تعديل يعني او تجميل يعني. هو ده حضرتك خليك معانا بس حاجة، ده بيبقى حاجه زي سنم، الانف نفسه ما بقاش ستريت كده، بيبقى فيه سنم طالع تمام. شويه نتيجة كسر قديم أو وقعة قديمة بتربي عظمة في غير مكانها فبتعمل السنم ده، وفي صور كتيرة قوي هتلاقيها موجودة. السنم ده سهل قوي، بيتشال وبيرجع الشكل طبيعي. والنهاردة دايما أنا لما ببص على الشخص ببص على وشه، أكتر حاجة في وشه بتلفت نظري هي الأنف. فحضرتك معلش يعني اضغط على نفسك شوية وروح مع المدام المستشفى ونعمل أشعة عليها، والعملية دي متاحة في اماكن كتيره جدا ومش مكلفه، ولكن بتفرق كتير جدا في المظهر وفي الشخصيه نفسها لما بيبقى حاسس ان هو الحمد لله مفيش عيب فيه او على الاقل مفيش عيب في وشه. طيب شكرا ليك يا محمد وشكرا لاتصالك. طب ما خلي الصوره، نزل لنا كام صوره كده على الشاشه يا دكتور، ياريت. وناخد برضو تعليقات حضرتك عليها. مش مشكله خالص. انزل السوليه كده ورينا السوليه قبل وبعد. يعني دي مثلا دي صوره على فكره مش في مصر، احنا ما بنحبش نجيب صور المرضى المصريين بتوعنا لان برضو بتبقى يعني بالنسبه لهم في خصوصيات بالظبط، لكن دايما بنحتفظ بالصور للمريض. مهم قوي ان المريض يعمل تصوير قبل العمليه. احيانا الدكتور بيعمله بنفسه، احيانا بيبعته لفوتوغرافي يعمل له التصوير، لان بيصور من الجنب الناحيتين ثم بيتصور وهو مايل راسه لورا، وبعدين بيتصور وهو الفتحات نفسها بتاعت الانف. واي عيوب موجوده او ديفوهات حاسس المريض بيها بيبتدي يتناقش مع الاستشاري وبيقول له دي اقدر اعملها ولا لا. الحاله دي كل اللي فيه عباره عن سنم اللي هو في الدورسم ده نفسه بتاع اللي الانف، اللي فيه اللفه او فيه الانحناء الانحناء ده وده بيتعمل، ده بيبقى جزء عظمي وجزء غضروفي، وبيتعمل العمليه بتاعته بسيطه ما بتاخدش اكتر من ساعتين او ساعه ونص يمكن في الاحوال الكويسه. في كمان الانف نفسه لو حضرتك بصيت هتلاقي الانف نازل شويه لتحت دروبي شويه مع العمليه، اترفع الانف شكل الانف نفسه اتغير وتحسن كتير، الابتسامه نفسها تختلف عن العبوس اللي كانت عليه المريضه قبل العمليه نفسها. طيب ودي عمليه زي ما بقول لحضرتك عمليه بسيطه، بيطلع في نفس اليوم بيشيل الدعامه اللي على الانف خلال اسبوع، بيشيل الغرزتين اللي تحت دول خلال خمس ست ايام. طيب ناخد صوره ثانيه يا دكتور وناخد تعليق الدكتور عليها سوليه. برضه دي مريضه ثانيه، الصوره اللي على اليمين الشاشه دي للمريضه قبل العمليه، الصوره الثانيه دي عمليه بعد العمليه. شايف حضرتك قد ايه؟ لا في تجميل وفي لا شوف يعني الانف طالع، لا شوف طالع لبره قد ايه بعيدا عن السنم اللي فوق، لكن شوف هي طالعه لبره قد ايه. كل ده لما بيرجع لطبيعه، وفي زوايا احنا بنظبط بيها يعني زاويه الراجل. انا عايز اعمل حاجه زي كده يا دكتور. يبقى الدكتور بعد الهوا خالد هياخدني معاه. طب ورينا حاجه ثانيه يا سوليه. طيب اعتقد اختلاف كل وجزئي، ده اللي احنا بنقوله. انت ليه تبقى طول عمرك حاسس ان انت عندك مشكله دي فوق؟ او لما بتبص في المرايه بتتضايق، او لما تيجي تضحك تحس الناس بتبص، او انت لما رايح مقابله في الشغل بتاعك بتبص على المدير هيشوف مناخير كبيره ولا لا، او انا اقعد ساعتين اعمل كونتور في المكياج عشان اداري القصه دي. طب ما اروح اخلص على طول، انا اروح طبيعي وابقى طبيعي وابقى انا واثق من نفسي واعمل حاجه زي كده. دي الصور اللي حضرتك بتشوفها دي مش تجميل بس، الصور اللي حضرتك شايفها دي كلها فيها مشاكل جوه الانف نفسه، لان العظمه لما بتتكسر بالطريقه دي بيبقى فيه انسداد جوه الانف، مش مجرد بس تجميل الانف. ده السنم اللي بحكيه لحضرتك ده نتيجه خبطه بسيطه قوي وقعت على مثلا سلم، بنيه في من جثه ولا حاجه خلافات عائليه،
فبيربي عظم في غير مكانه، فبيعمل السنم ده. السنم ده احنا بنبرده. ادي بص حضرتك قد ايه الجزء اللي اتشال من العظم ومن الغضروف عشان يرجع تاني الانف للحاله الطبيعيه. ربنا سبحانه وتعالى خلق الانف بالصوره الاولانيه على اليمين. حصل مشكله، حصل وقع، حصل صدمه، حصل خبطه، الانف حصل فيه مشكله. شغلتنا ومهاره الاطباء المصريين ان انت تخلي المريض بتاعك يبقى سعيد ويبقى راضي عن حياته. التكلفة مش كتيرة ولكن النتائج إن شاء الله تبقى مرضية للمرضى بتوعنا. اقعد بس مع الدكتور بتاعك، ناقشه أنت عايز إيه، ما تقولوش أنا محتاج حاجات كتير قوي يمكن الدكتور ما يقدرش يحققها، فهيبقى صريح معاك. اللي هيقدر يعمله لك هيقوله، وهيمكن يوريك صور لما بعد العملية أنت هيبقى شكلك إيه طبقا لتوقعاتك، ولكن كله طبعا بإيد ربنا سبحانه وتعالى، ولو ربنا يكفينا شر أي مضاعفات من عمليات التكليف. يا رب كده. طبعا الحالات خلصت معانا النهاردة، بس معانا تليفون مدام سحر من الفيوم. يا مدام سحر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام سحر؟ الله يسلمك يا شيف. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. اتفضلي سامعيني. انا عايز اسال الدكتور، بس بنتي عندها نزله برد بقى لها حوالي 4 شهور. 4 شهور بكشف عليها عند دكتور باطني بس ما فيش علاج نافع فيها. ده له علاقه بالانف والاذن؟ سنها كام؟ 18 سنه. بص هيك، دي حسيت انف مش نزلة برد، مفيش نزلة برد بتقعد 4 شهور، دي حسيت أنف. خلي حد حضرتك في الفيوم بتقولي لي؟ أيوة حضرتك. خلي حد في الزملاء في الفيوم يبص عليها أو مستشفى الفيوم العام، دي حسيت أنف. وبعدين 18 سنة سن حرج، بدل ما تقلب معاها بعد كده براب وشعبي وحساسية في الصدر ونزلات شعبية، بدري حضرتك على طول النهاردة بكرة بالعرض على اخصائي استشاري انف واذن، هيقول لك دي حسيت انف وعلاجها ان شاء الله بسيط، وتطمني ان شاء الله الف سلامه عليها. طب نرجع للقاهره وناخد ايمان من القاهره. يا ايمان. يا ايمان. يا ايمان ازيك؟ اخبارك؟ سامعاني يا ايمان؟ اسمعيني من التليفون يا ايمان، يبقى كتر خيرك. الو. ايوه يا ايمان ازيك؟ الحمد لله. ممكن اسلم الدكتور؟ اه سامعك يا ايمان، اتفضلي يا حبيبتي. انا صوتي وجعاني ومناخيري بتنزل ميه كده دايما. ودانك وجعاكي ومناخيرك بتنزل ميه، يعني انت عندك رشح طبيعي مع نزلات البرد ومع الرشح ومع الالتهاب المزمن في الانف والجيوب الانفيه، بيحصل معاها الم في الاذن. يتصلح الانف او يتعالج الانف بشكل جيد، مشاكل الاذن ان شاء الله تنتهي. بس برضه ما نسكتش عليها، برضه نبادر بالعرض على الطبيب عشان ما يحصلش عندنا ميه ورا طبله الودن، او لا قدر الله التهاب في الاذن الوسطى بعد كده. طب ناخد اخر اتصال معانا. ام علاء. يا ام علاء. ازيك يا ام علاء، اخبارك؟ ازيك عامل ايه؟ يا رب يخليك ويسعدك، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا. الله يخليك. لو سمحت يا دكتور انا عايزه استفسر، يعني معي ابني مناخيره يعني في تحس يعني فرده شويه واسعه، يعني يعني زي عيب خلقي، يعني وارد فيه مولود بعيب خلقي. الانف فتحات الانف مختلفه عن بعض. مختلفه عن بعض. سنه كام؟ سنه 16 سنه دلوقتي، 17 سنه. 17. حد شافه قبل كده او عمل اشعات ولا لا؟ لا ما عملناش ولا حاجه. انا الصراحه مستحر ما اوديه دكتور يعني، ولا اوديه يعني اعمل له. لا ليه؟ ليه تستحي ليه؟ ده المرض مش عيب ولا حاجه. ان احنا حضرتك لو انت قريبه مني على عيني وعلى راسي تيجي تنوريني في العياده، لو انت عايز حضرتك اقرب مكان لحضرتك روحيه، ولكن انا تحت امرك لو في اي حاجه هتهولي نشوف قصه ان هو في فتحه مختلفه عن الثانيه او في انسداد في فتحات الانف، تحت امرك. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. طبعا زي ما انتم شايفين الدكتور امتعنا برشيتاته السريعه، ردينا على كل معظم الساده المشاهدين اللي كلمونا. دكتور ما بخلش علينا النهارده زي ما بعودنا كل اربع من كل اسبوع بمعلوماته وبخبرته وبكرمه بنرد على كل اسئلتكم. ومعانا حد معانا سؤال يا خالد تاني؟ طب اخر سؤال يا دكتور على الصفحه بعته. مين اللي بعته يا خاصوليه؟ مين؟ سعاد ابراهيم زين بعت لنا. طيب حلو السؤال ده. ودناها مسدوده يا دكتور، ولما بنروح الصيدليه او السوبر ماركت الكبير نجيب السلاكه من تحت الودان، وبعدين بتروح للاخصائي انف واذن وحنجره يقول لك ده غلط. غلط طبعا. طيب بص حضرتك، في يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الاذن ليها حمايات. من جزء من الحمايه بتاعتها هو الغدد الشمعيه. بتفرز الشمع ده عشان في اتربه، في حشره صغيره، كل ده بيتحاش فلتر ليها.
وفي نفس الوقت الاذن الخارجيه في الجلد بتاعها في حاجه زي السيليا بتتحرك حركه بطيئه جدا تطرد هذا الشمع للخارج. انا النهارده بعد الشاور او بعد ما اتوضيت حسيت ودني اروح جايب الايه الودانات دي وابتدي ايه بنضف فيها. لا انا ما بنضفش. انا الحقيقه انا باخد الشمع واخش بيه على جوه بيبقى امباكتد لان القناه الاذن الخارجيه ليها محور في المشي بتاعها او الطول بتاعها. لو دخلت جوه ما تقدرش تطلع تاني الا لو رحت للدكتور واداني نقط تسيح الشمع واضطر ان انا اعمل غسيل للاذن. فالودن بتنضف نفسها بنفسها زي العين. دايما بقول للمرضى انا انت مش بعد ما بتاخد الشاور بتاعك بتروح ماسك عينك وتغسلها بالصابونه، اشمعنى ودنك عمال تغسل فيها وعمال تحط فيها حاجه عشان تنضفها؟ طب ما انت عينك ما بتنضفهاش. نفس القصه العين زيها زي الودن ما بتتنضفش. سيبها للنظافه الطبيعيه بتاعتها والمناعه الطبيعيه بتاعتها. لكن لو لا قدر الله اتقفلت او اتسدت او السمع حصل فيه اضطراب من شمع كتير توجه الى اقرب مستشفى. طيب وقتنا خلص، بس قبل ما ننهي سؤال كده على السريع. من فتره من كام شهر كده ودني قفلت خالص، فروحت بقى الدكتور سلكها لي او بتنظيف، فبكلم والدتي بقول لها ده الوضع كذا كذا، قالت لي ليه عملت كده؟ ده انت هتتعود على كده. لا 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 هو مش قصه تعود، هو قصه ان لما بتغسل مره دايما الطبيب بيقول لك خلي بالك ان كنت بعد سنتين لو القصه رجعت لك تاني تعالى لي عشان نغسل تاني. لان يعني معدل او دور تكون الشمع وانسداده ويملى ان في ناس بتبقى الغدد بتاعتها بتفرز كتير، فالاسلم ليها انها تشيلها. عمليه الغسيل عمليه بسيطه جدا وتتعمل في العياده بميه دافيه درجه حراره الجسم، وما بتاخدش اكتر من 5-10 دقائق وما لهاش تكلفه، وفي ناس بتعملها وما لهاش اضرار بس لو حسيت في وقت من الاوقات ان ودنك فيها حاجه بادر على طول بزياره طبيب او مستشفى. انا بقى عايز اسالك سؤال. قول. دايما في الاعلان يقولوا الشيف رفعت، وانت حضرتك كاتب شيف، هل انت شيف ولا شيف؟ نرد الحلقه الجايه ولا لازم دلوقتي عشان انت عايز نرد على سؤال دكتور خالد ان شاء الله الاسبوع الجاي. الوقت الجميل الممتع بيخلص مع دكتور خالد بسرعه، ما بنحسش بالوقت معاك يا دكتور. شرفتنا نورتنا، في انتظارك الاربع القادم اكل جديد ومعلومات قيمه بنستفيد منها كلنا. شكرا ليك يا دكتور، نورتنا وشرفتنا. شكرا للساده المشاهدين المتابعين لينا على صفحتنا على الفيسبوك او اللي حاولوا يكلمونا النهارده او اللي اتفرجوا علينا. شكرا لكل فريق العمل، انتظرونا بكرة قبل ساعة من دلوقتي، أكل جديد بشكل جديد وطعم جديد. طبعا بكرة ما ننساش اللي معانا بكرة دكتورة استشاري أمراض جلدية وتجميل سالي صفوت، طبعا بمعلوماتها برضو القيمة زي الدكتور خالد كده بتفيدنا وبتفيد السادة المشاهدين. شكرا لك يا أشرف يا عمدة، شكرا لخالد السولية، شكرا بسمة، شكرا فاطمة، إسلام، نرمين، علي صوت، أبو سريع إضاءة، معانا مين تاني يا خالد؟ كل فريق العام، طبعا محمد سمير اللي بيجي متأخر كل يوم. شكرا لكم، انتظرونا قبل ساعة من دلوقتي غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.